نجحت في تكوين جمهور حقيقي محب لأعمالها اللي بتختارها بعناية شديدة هي الفنانة إلهام شاهين اللي تم تكريمها على هامش المهرجان القومي للمسرح. إليكم تفاصيل الندوة اللي أقيمت احتفالاً بكتاب المتمردة عن حياتها. في البداية كشفت إلهام عن عدد المسرحيات اللي قدمتها في حياتها. أولاً أنا متفاجئة بعدد المسرحيات اللي هم حوالي 25 مسرحية في 20 سنة، ده جنون. وفيهم مسرحية قعدت 5 سنين بيروح اسطنبول، ومسرحية قعدت 3 سنين وحشد برد، يعني فيهم مسرحيات قعدت سنين على المسرح. فطبعاً هم فيهم جزء كبير مسرحيات تلفزيونية كنا بنعرضها مثلاً 10 أيام أسبوعين عشان يعني نبقى خلاص تمكنا من أدوارنا وبعدين نصورها للتلفزيون. عن مسرحية حورية من المريخ اللي رفضت الرقابة التلفزيونية عرضها. وفي مثلا حورية المريخ أول عمل في حياتي كنت أتمنى يتصور، الرقابة رفضته، الرقابة دي طول عمرها مغلبانة. عشان المفروض إن حورية دي نازلة من الجنة وحبت واحد على الأرض فقالت مفيش حاجة اسمها ضد الجين، يعني حورية نازلة من الجنة. غيرنا الاسم سميناه حورية من المريخ وقال لك برضه ما ينفعش تنزل للتلفزيون، كان نوع من التشدد. وطال حديثة مسرح صبحي بمناسبة عودته الفنية. عودته صبحي بيقتلوا فنان الالتزام بجد، فنان ملتزم طبعا، شهادته تاج على راسي من استاذ انا بحبه جدا وبكلمه كل احترام، وكان امتع حاجه ليا ان انا اقف قدامه كممثله. ويعني احنا عمالين بنتكلم مع بعض دلوقتي نفسنا نرجع نمثل تاني مع بعض ونقدم مسرح مع بعض. اتمنى يا رب ان ده فعلا يتحقق، لان حاسه ان بعد بقى السنين دي وبعد النضج ده ان انا اقف قدام استاذ مسرحي كبير جدا زي الاستاذ صبحي هيبقى بالنسبه لي يعني حققت هدف كبير ومهم، وانا بشكره من كل قلبي على شهادته. بشكل عام هل هي راضيه عن المسرح اللي بيتم تقديمه حاليا؟ يعني المسرح عندنا محتاج امكانيات اكبر، خشبه المسرح نفسها لازم يبقى فيها امكانيات اكبر عشان المخرج يقدر يستخدم هذه الامكانيات. لازم يبقى في ميزانيه اكبر عشان ينزلوا النجوم التقال الجامدين ويتواجدوا، نعمل بطولات جماعيه، نعمل مثلا اعمال الميوزيكال دي مكلفه جدا عشان في موسيقى وفي استعراضات وفي ملابس. انا طموحي للمسرح المصري اكبر من اللي هو فيه دلوقتي. احنا دلوقتي تجارب كويسه ممتعه مؤقته، لكن انا عايزه التجارب الكبيره اللي تعيش اللي نقدر نتكلم عنها كتير. لا انا حاسه ان احنا في المسرح لسه محتاجين كتير. وكشفت لنا عن حلمها القديم انه تصبح مخرجه. انا دايما اقول عليه حلم مؤجل، ان انا هاجي في وقت ممكن اخرج المسرح، وممكن كمان في دماغي ان انا اكتب واخرج فيلم، يعني انا اللي اعمله كله الفيلم، يعني في دماغي ده كنت بفكر مع بعض كده في اوقات اجازات كتير اقعد اكتب حاجات ليا لنفسي واقعد ادرس واقرا كتير في الاخراج. انا دارسه حرفيا سيناريو، دارسه حرفيا اخراج، لكن برضه مش كفايه، يعني بثقف نفسي اكتر. بس حاسه ان دي احلام لازالت مؤجله، يعني ما اقدرش اقول لك امتى، لكن هي جوه. من المسرح للسينما انتقل الحديث. والافلام على فكره لان انا قدموني في الافتتاح ان انا عامله حوالي 70 فيلم، لا 101 فيلم. انا احتفلت يوم الستات كان نمره 100، عملت قلت ايه المئويه بتاعت حد قعدوا يتريقوا هي 100 سنه تمت 100 سنه ولا ايه؟ لا تمت 100 فيلم يا حلوين. وبعدين لما جه حد قلت لهم ايه انا ممكن اختم حياتي كده، انا وانا صغيره كان لي نفسي تقول نفسي اعمل 100 فيلم عامله زي عقبال 100 سنه واحنا مش هنوصل ل 100 سنه. فانا عملت ال 100 فيلم قلت الله المهم اتحققوا خلاص بقى الواحد يعتزل ولا ايه؟ فبدات اقول انا مش هينفع يعني اعمل بقى حاجه تاني بعد ال 100 فيلم وبعد ال 100 جايزه خلاص. 100 فيلم و100 جائزه ايضا، فما هي القصه؟ انا عندي اوضه للجوائز بعد ما عدوا ال 100 جايزه بطلت اعد. بطلت اعد لانهم كتير قوي قوي خلاص، يعني مش عارفه وبتكسف لما اقولها. انا مره قلت الله يرحمها الاستاذه هند رستم، فكانت عندي في البيت وبعدين دخلت اوضه الفيلم فقلت لها انا عندي وقتها مثلا حاجه ب 70 جايزه،
فوجي. قالت لي انا اخدت في حياتي كلها 7 جوائز دوليه وانا هكت راسي. قلت انا اسفه والله انا اسفه، بس احنا الزمن ده يمكن انا ناشطه وعملي يعني ببعتها للمهرجانات فبيقبلوها، يعني ناشطه في الناحيه دي، فبقوا خلاص عارفيني ويسالوني من السنه للسنه لو عندك ايه السنه دي ناخده. بقى في ثقه في المهرجانات الدوليه وكده، وفي فعلا مهرجانات بيبقى الفيلم مثلا يحصل على كذا جايزه، انت كاتبهم كده في المطلق ان مثلا يوم الستات خد 21 جايزه، طب انا خدت منهم كام جايزه احسن ممثله؟ ماليش دعوه بقى بالسبعه يعني حطهم يعني في مهرجانات ايه وكده.